السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. جمهور النادي الأهلي عمل هاشتاجين بالأمس بيتصدروا تويتر حتى الآن. هاشتاج الأول رجع الساعات يا مرتضى، والهاشتاج الثاني رجع فلوس تركي يا مرتضى، بعد ما اتكلم المتحدث الرسمي مع أحمد موسى بالأمس وقال إن كل الكلام اللي قاله النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب صحيح 100%. طبعا ما فيش واحد أهلاوي كان عنده ذرة شك من كلام الكابتن محمود الخطيب وكلام النادي الأهلي وسلامة الذمة المالية لأي فرد من أفراد النادي الأهلي. النادي الأهلي كل أعضاء مجلس إدارته محترمين شبعانين، أولاد ناس متربيين، ما فيش فيها كلام. لكن الفكرة كلها كان في أمل إنه بعض الناس الزفرة والقذرة لسانها يتقطع أو تخرس أو تلم نفسها يعني. لكن للأسف الشديد نفس اللت ونفس العجن بل تجاوزات، وهنا بقى دخلنا في مرحلة جديدة يعني. علشان كده زي ما تركي آل الشيخ كان دعم النادي الأهلي وجاب هدايا اسمها هدايا مش رشاوة، هدايا، وهو بيرجع الهدايا وانتوا خدتوا هدايا، وكأن الهدية أصبحت عيب في هذا التوقيت أو إهانة. لما حد يعني الحقيقة الراجل ده لما بيقول لك حد يجي يكلم النبي إيه بالهدية، يعني أمر مستحب التهادي ما بين الناس لتوطيد العلاقات يعني. لكن ما علينا يعني، قصة تركي خدت أكبر من حجمها. حتى صاحب الشأن ابتعد وانسحب من المشهد، ما عادش بيتكلم، ومرة واثنين وثلاثة من خلال صفحاته على السوشيال ميديا يقول لك أنا ليا لسان ما حدش يتكلم باسمي. لكن ناس كده زي ما بيقولوا كده خدوهم بالصوت، على رأسهم مليون بطحة، ويجي يتهمك انت باتهامات مسيئه يعني. المهم خلينا نتكلم عن تبعات هذا الامر واعلان المتحدث الرسمي محمد مختار، المتحدث الرسمي صندوق تحيا مصر محمد موسى، عن توقيع البروتوكول ما بين النادي الاهلي وصندوق تحيا مصر ورد الهدايا العينيه اللي هي الساعات والتبرعات اللي تبرع بها للنادي الاهلي. والامر تاني وتالت، عشان الموضوع مش سهل يعني، انه يخش مثلا كام مليون ملايين كتير يعني، ويبقوا من ضمن فلوسك ويبقوا بتوعك خلاص، موافقة الجهات الرقابية وموافقة الدولة وموافقة المؤسسة اللي هي وزارة الشباب والرياضة. بعد كده تبقى انت عندك القدرة المالية ان انت تقف في وقت كده على رجلك، الفلوس دي ما تلزمنيش وانا اطلع كل الفلوس اللي تم التبرع بيها وتطلعها ولصاحب الشأن، وصاحب الشأن قال لك انا مش عايز اوديها لصندوق، وبالفعل تفعل ذلك يعني. فالنادي الاهلي بعد كلام محمد مختار المتحدث الرسمي مع احمد موسى بخصوص هذا، ولك ان تتخيل يا صديقي ان النادي الاهلي زي ما قال الكابتن محمود الخطيب وكلنا عارفين من مارس 2021 يعني رد الفلوس بقى لها سنه ونص، وسنه ونص نفس وجع الدماغ. كان الله في عون النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الاداره انهم بيسمعوا كم من السفلات وكم من التجاوزات. وزي ما قلت في فيديو سابق، اي حد يقول لك رجع الساعات يا خطيب اربطه في الزريبه بتاعت هاله يعني. المهم الاهلي اعلن من خلال صفحته او صفحته الرسميه وموقعه الرسمي زي بيان كده ردا على الاكاذيب والافتراءات التي تتردد في بعض وسائل الاعلام. شوف، ردا على الاكاذيب والافتراءات التي تتردد في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. ما حددش شيء اكاذيب، مش كذاب، اكاذيب وافتراءات كثيره يعني في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. ما حددش شخص النادي الاهلي، يطلع واحد يقول لك اصل انا على راسي بطحة الاهلي بيقول عليا كذاب. قال لك اعلن مختار محمد مختار المتحدث الرسمي صندوق تحيا مصر مساء امس، مساء اليوم يعني، هو كان الكلام ده امبارح يعني بعد الساعه 11 مساء. قال لك على مسؤوليتي، برنامج على مسؤوليتي وخلاص صدى البلد مع الاعلامي احمد موسى، انه وفقا للبروتوكول الذي تم توقيعه بين صندوق تحيا مصر والنادي الاهلي بتاريخ 10/3/2021، فقد تسلم صندوق تحيا مصر كافه المبالغ الماليه والهدايا العينيه الساعات التي كان المستشار تركي آل الشيخ قد تبرع بها للنادي الاهلي من قبل.
وقال إن النادي الأهلي قد أعلن في بداية الأمر بتاريخ 2/6/2020 أنه قرر إعادة جميع هدايا سيد تركي آل الشيخ المالية والعينية إليه أو توجيهها إلى الجهة التي يرغب فيها، وطلب المستشار تركي آل الشيخ توجيه هذه الهدايا إلى صندوق تحيا مصر. وقام النادي الأهلي بتنفيذ رغبة المتبرع من خلال البروتوكول المشار إليه، وتسلم صندوق تحيا مصر كل المبالغ المالية والهدايا العينية الساعات، وتم إغلاق هذا الملف منذ فترة طويلة. كانت الجهات الرقابية في الدولة وفي مقدماتها نيابة الأموال العامة قد برأت ساحة النادي الأهلي ومجلس إدارته، وأكدت على سلامة الموقف القانوني للنادي ومسؤوليه في القضية التي تم نظرها بخصوص هذه التبرعات، وانتهى التصرف في هذه القضية بتاريخ 23/3/2020، يعني من سنتين ونص. قصة منهية من سنتين ونص إلى حفظ الدعوة سبعة شهود جرائم الاعتداء على المال. مفيش شهادة بذلك من نيابة الأموال العامة، قال لك استبعاد شبهة جرائم الاعتداء على المال. الكلام ده اتكلمنا فيه ووضحناه وقلناه، وما كناش احنا عندنا ذرة شك زي ما بيقولوا حضراتكم، لكن كنا في أمل إنه يتم تفعيل القانون ومحاسبة اللي بيشكك وبيفترى على الناس. لكن هيهات حتى الآن لم يصدر أي شيء، يعني واحد عليه حكم حبس سنة بيطلع كل يوم بيتهم الجميع، واحد تم حبسه قبل كده بسبب الريان وكل وسرق فلوس الريان ويطلع يتهم الآخرين، واحد ياما خد عمولات ويطلع يتهم الآخرين. نيجي لمرتضى منصور بقى ورد مرتضى منصور على النادي الأهلي والمتحدث باسم صندوق تحيا مصر. قال لك أولا أهان صندوق تحيا مصر من خلال إهانته للمتحدث الرسمي لصندوق تحيا مصر ووصفه بالعيل. والصندوق تحيا مصر يعتبر تابع للجهة السيادية وتابع رئيس الجمهورية تقريبا، هو اللي بيشرف عليه. يعني أهانت المتحدث الرسمي بيتكلم بلسان صندوق تحيا مصر. اعتقد يعني اي واحد عنده ذرة عقل لما واحد يهين كانه وبيشكك فيهم ويقول كذاب كانه بيهين رئيس الدوله. فمرتضى منصور بيهين رئيس الدوله من خلال اهانته ووصفه للمتحدث صندوق تحيا مصر بالعيل. مرتضى منصور بيقول لك كمان هو سر غضبه ان الصندوق اتكلم، هو كان بيلعب على ان الصندوق، او يمكن حد قال له الصندوق مش هيتكلم، الصندوق ضاع يا محمد لكن مفتاحه، ضاعت الصندوق يا محمد لكن مفتاحه معايا. فطلع بيقول لك ايه، يعني الصندوق كشف الحقيقه، مرتضى الزعيم كشف الحقيقه، لان كانت ورقه بقى وكل شويه يفضل يتكلم وفي قهوه. طبعا من خصال المنافق انه اذا حدث كذب كذب كذب، يعني اذا لما بيتكلم بيكذب. إذا اؤتمن خان، إذا أمنت على حاجة فبيخون الأمان، إذا وعد أخلف، دي صفات المنافق. نيجي بقى لمرتضى منصور. أستاذ مرتضى منصور كان قال من يومين في مؤتمر صحفي اللي كان عمله، قال لك بتحدى محمود الخطيب إن صندوق تحيا مصر لو رد صندوق تحيا مصر أو طلع هيقول تحيا الخطيب وهتقدم بإسقاط وهعتذر للخطيب، بدل ما يطلع يعتذر ولا طالع بيهاجم الكل، وكويس أو هاجم صندوق تحيا مصر. ودايما بيقول لك مش انا اللي قلت تركي، لا طب انت مالك؟ وانت من بقيت اهل تركي؟ اذا كان صاحب الشان قال لك انا نسيت قفلت الملف، مش انا اللي بقول ده تركي؟ لا، ويقول لك انا هحاكم امبارح قبل ما يتكلم على يظهر، قال لك كتب على صفحته بالمستندات هرد على اكاذيب بيان النادي الاهلي بالمستندات. فين مستنداتك يا عم؟ لا ده انا طالع احكامكم، ده انا وبعد ما انا حكمت ان حكمت الخطيب النهارده وبكره هحاكم ممدوح. انت مين؟ ده انت محكوم عليك بشهر حبس. هو من امتى الجاني هو اللي بيحاكم المبني عليه؟ هو من امتى انت النهارده المتهم؟ انت متهم بقضيه سبق وعليك احكام بالحبس، انت متهم باهدار مليار ونص من فلوس الدوله. مليار، مش واقف سامع المبلغ؟ مليار يعني 1000 مليون، مليار ونص، ها، ومخالفات تنظر امام، يبقى انت اللي هتحكم هؤلاء يعني. المهم هو زعلان عشان الموضوع ظهر، بيقول لك ايه، مفروض هذا صندوق سيادي فلا يجوز الكشف عن اسراره. انت العيل اللي كشف ده، ولا جايبين واحد معرفش
منين، والفلوس اللي الاهل بيقول انهم بعتوها، بعتوها في توك توك ولا وصل ولا شيء؟ انت مالك؟ انت مين؟ انت مين؟ انت مالك؟ انت يخصك ايه؟ لا انت طرف ولا انت اي شيء. بالمناسبه دي بقى احنا قرفنا من هذه القصه، احنا عاوزين نسالك بقى، ها فين الفلوس اللي انت خدتها من تركي آل الشيخ؟ وبلسانك وباعترافك قلت لتركي آل الشيخ انا اللي قلت له، يعني هو الراجل لما قال بتشحته لعيبه، الراجل ما جاش قال لك انا هجيب لك، بتقول انا اللي قلت له، قلت له مش هتتعامل بحاجه، قال خلاص. طب ساسي، عايزين ساسي راح محاول 4 مليون يورو للنادي النصر، طب الراجل اللي بياخد 2 مليون مش هنقدر عليه؟ قال خلاص ولا يهمك. اتكلم راجل اللي وكيل اعماله راح محول لنا الفلوس بتاعت ساسي وفلوس جروس وحمد النقاز وبوطيب، وقال لك حول لنا فلوس جروس، يعني من قبل جروس ما اشتغل راح محول فلوس جروس بالكامل، وفي النهايه جروس ما خدش فلوس وراح اشتكى نادي الزمالك في المحكمه. طب راحت الفلوس دي فين؟ طب هاني شكري طلع قال لك مش لاقيين الفلوس دي، ما دخلتش خزينه نادي الزمالك، ونادي الزمالك هو اللي بيدفع الفلوس اساسا لحمد النقاز، واساسا ساسي لما مشي تم خصم فلوس منه، وكمان راح اشتكانا في المحكمه ان ليه مستحقات متاخره. الفلوس دي فين يا استاذ مرتضى؟ الفلوس دي فين يا استاذ مرتضى؟ زي ما انت ما حدش حد يقول لك انت مالك بتحاسب مرتضى ليه؟ طب ومرتضى اساسا ماله بيحاسب مجلس اداره النادي الاهلي بصفته ايه؟ بصفته ايه؟ لكن هنا الناس حتى كمان يا استاذ بيقولوا ان في عربيات انت خدتها، في ساعات انت خدتها، رجع الساعات يا تركي، رجع هدايا مرتضى يا تركي، رجع فلوسي. انت طلعت مع احمد قلت تركي الشيخ اداني هديه مليون جنيه، فين الهديه دي؟ رجع المليون دولار يا تركي، قلت مليون دولار، رجع المليون دولار يا تركي. فين فلوس منصور البلوي اللي انت كنت المحامي بتاعي بتاعه واحرجته؟ قلت ما تجيب حاجه كده وبتاع، قلت لنادي الزمالك ونادي الزمالك ظروف مش عارف، ودافع فين فلوس منصور البلوي؟ كل شويه تطلع تقول انا عملته وغيرها. فين ال 151 مليون؟ فين الفلوس اللي دخلت على حساب طبيب نادي الزمالك متحوله من تركي آل الشيخ علشانك يا مرتضى؟ فين؟ ان احنا نفضل في المولد ده، احنا في دوله، المفروض ان احنا في دوله قانون، كل واحد يتكلم يتحاسب، كل واحد يشكك يتهم يتحاسب. لكن الهجوم والتجاوزات والاساءه من شخص اساسا عليه مليون علامه استفهام ومتهم ومطلوب في الحبس في قضيه، يقول لك احمد موسى جايب عيل يرد اهانه لرئيس الجمهوريه واهانه لصندوق تحيا مصر، لكن ما يخصناش، كل واحد احنا كاهلاويه رضينا على الجهه اللي احنا بنحبها وبنشجعها، لكن صندوق تحيا مصر بقى رئيس الجمهوريه يرد، المسؤولين يردوا، يقبلوا الاهانات ما يقبلوش الاهانات، كل واحد حر يعني. فبيقول لك جايب عيل صغير احمد موسى بيرد على بيان النادي الاهلي بسبب الساعات، وقال بدون مناسبه الفلوس والساعات رجعت، قال له اه عملنا بروتوكول. انت مالك بمناسبه؟ مهم ان الحقيقه ظهرت، اللي قال لك الاهلي عمل بيان شتمني فيه، هو انت يا عم من الكذابين؟ الراجل عمل شيء انت مره من زوجة الكاتب يقول لك لا نقبل عزاء الا من انقياء، يقول لك بيقولوا لي مش عايز، فانا مش نقي ولا تقي. مره النادي الاهلي يتكلم بيشتموني ويقول عليا كذاب، والاهلي طلع بيان شتمني فيه، واني سيد عبد العزيز بيقول ما دخلتش في بيت واحد، واللي بيقول طب يقول لك سيد عبد العزيز بيشتمني، ايه يا عم؟ انت واخد فرد على مصر يا عم. قال لك اطلع رد وقول للاهلي رجع كام صندوق تحت، مالكش فيه الاهلي وصندوق، قال لك رجعوا الفلوس اللي حصرتها نيابه والجهات الرقابيه والجهات تبع وزاره الشؤون التفتيش والكلام ده كله، لجان التفتيش، الفلوس زي ما هم دخلوا النادي الاهلي اللي بلغ بيها فلوس تركي آل الشيخ وجوهم اتكلموا ولقوا الفلوس مظبوطه. ايه؟ قال لك تركي اتبرع للنادي الاهلي ب 228، طب تركي اتبرع للنادي الزمالك ب 460 مليون، عندك الجراه ترد حتى نصهم؟ تقدر؟ فاحنا هنا بقى بنقول للزمالك رجع فلوس تركي، خدتوا فلوس تركي، فين فلوس تركي؟ تركي آل الشيخ طلع مع عمرو اديب بيقول له هنلعب الزمالك، قال له انت هتكلمني عشان ده نص اللعيبه انا جايبهم، ويطلع واحد يقول لك رجع الساعات يا خطيب، لازم تقول رجع كام لصاحب الفلوس؟ قال وديهم تحيا مصر. صاحب الفلوس انت شغلتك ايه؟ انا واحد جاي حشر نفسي جاي حاجه، قال لك لما اتكلم مع الشعب المصري اتكلم باحترامه، بيقول على المتحدث الرسمي باسم صندوق، لما تتكلم مع الشعب المصري اتكلم باحترامه، اتكلم بادب، مش علشان تجامل محمود الخطيب واحمد موسى تكذب، ايه الادب؟ الراجل كشف الحقائق موقع ببروتوكول وقال بتواريخ، اتكلم بادب. هي الادب بالنسبه لك ان انا اكذب الناس واتهم الناس؟ هو ده الادب؟ الادب والاحترام ان انا اوضح الحقائق للناس، ده مش ادب، ده سفاله وقله ادب. ما هو احنا بقينا كل واحد النهارده ما معهوش اي حاجه يطلع يتهم، وما فيش
راجل يا اخي بيتحدى القانون، راجل بيتحدى البلد، راجل بيقول لك انا موجود مش هنفذ الحكم اهو، والبلد سايباه. قال لك وفقا لانذار تركي آل الشيخ ان الساعات لم ترد وان حصل تلاعب في صرف الاموال دي من محمود الخطيب. خلاص رئيس الجمهوريه واللي هو مشرف على هذا الصندوق وتحت رعايه صندوق تحيا مصر بيكذب، ما رجعوش الصندوق لتحت. طب قال لك احنا خدنا الفلوس، ما رجعوش بقى الصندوق، يبقى انت بتتهم الصندوق ان ان الساعات اتسرقت من الصندوق، اتشفطت من الصندوق، تبتهم من الصندوق الناس القائمين على الصندوق. قال لك تركي في الانذار الذي الانذار وبلغه اللي ذكر فيه انه تبان العمال مش عارف ايه ما خدوش الفلوس، وقال بادب انا كنت ساكت وانتم طلعتوا البلد. ساكت ايه؟ ده انت لسه امبارح طالع مع الصحفيين مع طارق يحيى وعبد الشافي والفولي، طالع بتتكلم الخطيب وخد 200، ساكت فين؟ وانت بايه يا جدعان؟ يعني مفيش ولا حساب ولا اي حد بيقول اي حاجه يعني. وبعدين اتكلم عن النادي اللي كان بيلعبوه اللي سرق حقوقه وذاعوا الماتش، اللي سرقوا حقوقه وذاعوا الماتش على قناه نادي الزمالك، ها؟ سرقه على يا جماعه دي اسمها سرقه، اللي بيسرق حرامي حرامي، لان هذه الماده اللي تم اذاعتها كان يجب ان يتم اذاعتها بمبالغ ماليه، ما دفعش وخدها فرده كده. وهننتظر يمكن النادي صاحب الحقوق يشتكي ولا حاجه يوقع عقوبات على نادي الزمالك، ونادي الزمالك بيشيل اخطاء ناس القائمين عليه يعني. المهم بيقول لك النادي ده أن لما يجي هنا مصر هنحطه في فندق في العتبه ولا لوكاندا في العتبه، وهنجيب لهم توك توك يروحوا كل ثلاثه في توك توك. منتهى التجاوز ومنتهى الاساءه يعني. وبيلعب طبعا، احنا كجماهير النادي الاهلي عندنا ثقه في رئيسنا رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والنادي ما فيش ذره شك، ورئيس النادي بيعاملنا بمنتهى الادب والاحترام، لكن جماهير نادي الزمالك بتتهان وبيتم تجاوزهم من رئيس نادي الزمالك، وللاسف الشديد بيسمعوا كلامه وبيصدقوه وبيرددوه. طب اشمعنى بترددوا في رجع الساعات يا خطيب؟ ها؟ وما بتصدقوش في امك بتحبني. بس وهننهي بهذه الجمله في النهايه. شكرا لحسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.